من جديد أهلا بكم. منذ أكثر من أسبوعين وأزمة إضراب المعلمين في الأردن ما زالت مستمرة حتى الآن دون أي بوادر للخروج منها، رغم المحاولات المبذولة من جانب عدد من الجهات للخروج من هذه الأزمة. لا بوادر جديدة تلوح في الأفق لإنهاء إضراب المعلمين في الأردن، والذي دخل أسبوعه الثالث وسط إصرار منهم على الاستجابة لمطالبهم برفع علاوة المهنة بنسبة 100% من دون تجزئة، مطلب اصطدم بواقع عجز الموازنة. الحكومة بدورها قدمت بعض التسهيلات لإنهاء هذه الأزمة، كان آخرها تقسيم العلاوة على مدار عامين بنسبة 12.5% لهذا العام و 17.5% للعام الذي يليه، بدلا من تقسيم العلاوة على مدار 3 سنوات، الأمر الذي رفضه المعلمون مستأنفين إضرابهم عن التعليم. اتفقنا على أنه 12.5% في هذه السنة بدل 15% ندفع، و 17.5% السنة الجاية بدل 15% الثانيات. لا زالوا الإخوان يعارضوا هذا اللي طلبهم 15 في 15، اللي هو ما عادت واسعة الفجوة بينه وبينهم، يعني ممكن تيسيرها إذا جاءت أفكار أخرى. الاقتراح الحكومي الساعي إلى ترميم الهوة ما بين مطالب المعلمين وعجز الموازنة جاء ضمن اجتماع للمعلمين بمسؤولين حكوميين، اجتماع كان بعيدا عن عدسات كاميرات الإعلام، إلا أن نتائجه لم تتأخر ولم تضف أي جديد لحل الأزمة، حيث أكد المعلمون استمرارهم في الإضراب ورفضهم لأي حل وسط. عند صرف هذه العلاوة التعليم 100% يتوقف الإضراب. الآن الكرة في مرمى الحكومة، عليها هذه الحكومة أيضا أن تقدر مصلحة 1,700,000 طالب. إحنا الحقيقة يعني بكل مرونة قابلين يعني الطروحات المطروحة، في تعنت من قبل يعني الإخوان المعلمين، والمشكلة الكبرى إنه كل الكلام اللي عم بيجري في أجواء يعني عينهم على الانتخابات الجاية. وفي حين تؤكد الحكومة شرعية مطالب المعلمين، بات هذا المطلب حسب مراقبين يصطدم بالمصلحة الوطنية التي تمس وضع الطلاب في المقام الأول، حيث بات الطالب الأردني اليوم يقف ما بين مطرقة مطالب المعلمين وسندان عجز الحكومة الملي. سهى جميل، العربية، عمان. وينضم إلينا من عمان الدكتور حميد البطاينة النائب في البرلمان الأردني. أهلا بك دكتور حميد. يعني بداية، هل الآن عجز الحكومة بات عن إيجاد أي حلول لإرضاء المعلمين، أم خوفا من فتح باب مطالب أخرى لجهات أخرى؟ شكرا، وأنا بشكر العربية حقيقة على متابعتهم الحديثة لقضية إضراب المعلمين، وعلى ما يبدو أن متابعة العربية ستعود بالخير إن شاء الله على المعلمين أولا وأيضا على الوطن، لأنه في النهاية ونتمنى جميعا حقيقة. يعني مجلس النواب تفاعل مع هذه القضية ومنذ البدايات بأعلى درجات المسؤولية، وكان هناك حوار يعني واضح وصريح مع طرفي العلاقة، مع الحكومة ومع أيضا لجان المعلمين. نحن نعلم أن هذه حقيقة قضية العلاوة المهنية هي قضية حق مكتسب للمعلمين، وكان يعني يتوجب على الحكومات السابقة، كان يتوجب عليها صرف هذه العلاوة، ولكن بسبب تلكؤ أو بسبب ظروف خاصة بتلك الحكومات لم تتمكن الحكومات السابقة. طيب، هذا من تاريخ الوفاء بالتزاماتها. ماذا عن الجديد؟ نعم، حقيقة الحكومة الآن يعني حكومة الأخ دولة الأخ عون الخصاونة يعني تفاجأنا بهذا الملف، ونحن نعلم أن الأردن يمر بظروف يعني اقتصادية صعبة وبأزمة مالية، ونحن أيضا نقدر يعني وضع الحكومة المالية الصعب، ويعني الحديث مع الحكومة أيضا الحكومة يعني تعي تماما أنه هذا حق المعلمين، ولكن بسبب ظروف العجز الكبير في الموازنة والتضخم الكبير أيضا اللي حاصل في موضوع المديونية، يعني هذا شكل عبء حقيقة على طيب. يعني وفاة. هل من حلول يعني بالتزامات تجاه المعلمين؟ حقيقة هناك الآن يعني محاولات كبيرة جدا يعني بدأت منذ أسبوعين، وعلى ما يبدو إن شاء الله
اليوم هذا يعني خلال الساعات، يعني إن لم تكن ساعات بل تكن دقائق، يعني هناك شبه إن شاء الله مؤشرات على توافق بين الحكومة والمعلمين، بحيث يعني نعمل على دكتور. يعني الخروج بصيغة يعني تحقق جزء من ذلك المعلمين، وبالتالي نتمنى ذلك دكتور حميد البطاينة، نائب في البرلمان الأردني. شكرا جزيلا.